السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. اليوم يا اخوان سنحل مشاكل الواي فاي والبلوتوث على كل اجهزه الاندرويد بوكس كيف ما كان الموديل، خصوصا اجهزه الاندرويد تي في. نعلم جميعا بان بعض منكم ربما بعض المرات يعاني من ضعف الاشاره او البلوتوث لا يتصل مع بعض القطع، مثلا سماعات او هوم سينما مثلا لا يتصل بشكل سليم، او تظهر القطعة ولكن لا يتصل بها. على العموم اليوم سنحل المشكل اخواني، سنجرب على احدى اجهزة الاندرويد تي في، وتابعوا معي جيدا الطريقة اخواني فهي مفيدة جدا. نبدأ على بركة الله. اولا اخواني سنذهب الى الاعدادات كما تشاهدون في السيتينج، ونذهب مباشرة الى ابليكيشن. الان اخوان سنحل مشكل البلوتوث، كيف ذلك؟ سنذهب الى CL Application، بعد ذلك سننزل للاسفل ونختار Show System Application، هما تطبيقات النظام. اذا سنقوم بالبحث عن بلوتوث، ستجدونها اخواني هي هذا هو التطبيق الخاص بنظام البلوتوث، طبعا كان مخبأ بالداخل. اخوان لديكم اولا يمكننا عمل Clear Cache، وبعد ذلك كلير داتا. والان اخواني ستشاهدون بان الريموت لن يتصل معكم لانه بلوتوث اصلا، هذا جهاز المي بوكس كما تشاهدون. لاعاده توصيله من جديد سنقوم بتوصيله من خلال الضغط على هذين الزرين. تابعوا معي جيدا اخواني، سابقى ضاغط عليهم 5 ثواني او اكثر لغايه ما ستظهر في الشاشه اخواني بان الريموت ستتصل مره ثانيه، يعني نحن اغلقنا جميع المصادر او جميع القطع التي تتصل من خلال البلوتوث. اذا ما علينا سوى الضغط، وكما تشاهدون اخواني ظهرت معي هذه الخاصيه كما تلاحظون. ساقوم بضغط مره ثانيه وستشاهدون بان الريموت الان ستتصل مره ثانيه احبائي، وهي اتصلت كما تشاهدون، والان انا اتحكم بشكل ممتاز حاليا. وساعود بالدخول مرة ثانية على نفس التطبيق application، نذهب الى CL application، بعد ذلك نقوم بالنزول الى الاسفل show system application، اظهر لنا تطبيقات النظام. وايضا ساعيد اغلاق البلوتوث هذه المرة، بما اننا مسحنا الكاش والداتا الان سنوقف التطبيق مرة اخرى، وسينفصل معي الريموت مرة ثانية لأنه بلوتوث. الإخوة اللي لديهم أجهزة غير بلوتوث مثلا ريموت لن تعانوا من هذا المشكل. الآن الريموت لا تتصل، نفس الطريقة نبقى ضاغطين على الزرين كما تشاهدون، ظهر مرة ثانية الزرين يعني لغاية ما يظهر معي بأنه يتصل، تشاهدون. والآن ظهرت معي العلامة الخضراء، إذن اتصل معي. الآن إخواني قمنا بعمل ريزيت لنظام البلوتوث أو لتطبيق البلوتوث، حتى لو كان لديكم مشكل الآن سيتصل، أكيد سيتصل وهي مجربة مسبقا إخواني. الآن بلوتوث يمكن أن يتصل مع أي قطعة ولن تعانوا من أي مشكل بلوتوث. هذا الحل طبقوه في أي جهاز أندرويد تي في كيف ما كان، أوكي؟ حتى على الهواتف نفس الطريقة فهي شغالة. مشكل آخر إخواني تعانون منه هو الواي فاي. فأغلب هذه الأجهزة بعض المرات يكون هناك اضطراب في الشبكة ولا تتصل جيدا، أو تعانون من مشاكل في بطء في نقل الإشارة، وعدد كبير من المشاكل المعروفة عن الواي فاي. هذه بعض الحلول إخواني طبقوها إن شاء الله تنحل معكم هذه المشاكل. نذهب مرة ثانية إلى السيتينج، إلى الإعدادات، وكما تشاهدون في خانة الواي فاي سنقوم بالدخول على الواي فاي، نشوف ما هو الواي فاي المتصل لدينا. لو وجدناه مثلا كونكتد ممتاز، إذا وجدناه بأنه ديسكونكتد نعيد تشغيله، لكن من الأفضل قيام بهذه الحركة الأولى، ندخل على نفس الواي فاي. وتذكروا إخواني بأنكم يجب تجاهل هذه الشبكة المرة الأولى، وبعد ذلك نعيد إدخال الباسورد، نضغط عليها forget network أوكي. والآن إخواني قمنا بالخروج من الواي فاي ونعود أو نعيد إدخال الكود مرة ثانية، سأدخله والآن يتصل مرة ثانية كما تشاهدون. إذن إخوان هناك حل آخر لو أحببتم القيام به، هو إعطاء IP fix أو IP ثابت للقطع. لماذا؟ لأن بعض المرات يكون لديكم قطع كثيرة في المنزل، مثلا هواتف كمبيوترات، وهذه القطعة لا يمكنها جلب مع المرات الاي بي الثابت او الاي بي الخاص بها بشكل سليم او بشكل
صحيح، لذلك يجب أن نعطيها أي بي ثابت، وبعض المرات تحل مشاكل الواي فاي بشكل كبير. إذن إخواني، أولا يجب أن نتعرف على الأي بي الذي لدينا الآن، هو 192.168.3.24. ممكن يكون عندكم أي بي آخر، أنا بالنسبة لي الهوست هو 24 و3 كما تشاهدون، بعض المرات لديكم واحد. إذن أنا سأقوم بتذكر هذا الأي بي. دائما شوفوا في جودة الإشارة، يجب أن تكون excellent، ضروري أن تكون في هذه، لو كان هناك ارتراب في الشبكة أو بعد عن الشبكة يكون يعني ضعيف، لكنه ممتاز الآن. إذن سنقوم بعمل تثبيت للآي بي من خلال هذه الخاصية، نضغط عليها في DHCP، سنحولها إلى static. هنا يا إخواني سنقوم بتغيير هذا الآي بي، لو تذكرتموه مثلا سنقوم بإعطائه الرقم 3 وليكن 24، نفس الاي بي سيبقى عليه هذا الجهاز 3 24. اذا هذا هو الاي بي الخاص بهذه القطعة. وبعد ذلك هنا طبعا بما ان الجيت واي لدي مختلف، اذا ساقوم بتغيير، هنا ساضع 3، لو كان لديكم 1 1 تتركه 1 1، انا بالنسبة لي ساتركه على 3. وبعد ذلك اذا نقطة 1، هذا هو الجيت واي. بالنسبة للبريفكس سأتركه على 24، أوكي. والDNS غيروا ما شئتم، سأتركه على DNS جوجل، وأيضا نفس DNS second الثاني على جوجل. الآن تشاهدون بأنه تم الحفظ بشكل ممتاز. تبقى شيء آخر إخواني، تشاهدون بأنه connected كما تلاحظون، والآي بي الآن صارت static. إذن كما تشاهدون ها هو متصل إخواني بشكل ممتاز، ويمكنكم أحبائي البحث في الإنترنت طبعا، أو قياس سرعة الإنترنت من خلال عدة تطبيقات، نشوف يوتيوب هل تعمل. طبعا الإنترنت إذن ممتازة جدا إخواني كما ستشاهدون، والآي بي الآن صار ثابت، الآي بي ثابت بشكل ممتاز كما تلاحظون. جميل جدا إخواني، وهذا الموضوع أحبائي سيحل أغلب مشاكل الأجهزة التي لديكم، أغلب المشاكل من خلال مشكل البلوتوث الأول كما شاهدتم، والواي فاي طبقوا هذه الطريقة فهي تصلح بعض المرات وتحل مشكل الواي فاي. نتمنى أن يكون الدرس مفيد لكم إخواني واستفدتم منه، لا تبخلوا علينا بزر اللايك والاشتراك، وشاركوا هذه الفيديو مع أصدقائكم، خصوصا اللايك للفيديو إخواني لكي يتأرشف جيدا في جوجل. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.